قد أنزل ربي القرآن يرل الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم جميعا في كل مكان. النهاردة بنتكلم على اختبار نفسي وهو اختيار مثلث الأفضل من وجهة نظرك، وسوف نخبرك بخبايا شخصيتك. أقدم لك تحليل نفسي لن يأخذ منك كثير من الوقت، بل ستنظر إلى الصورة واحدة فقط لتقدم لك التحليل المناسب لشخصيتك من خلال اختيار المثلث الذي يعجبك. هل تصدق هذا؟ لقد حلل علماء النفس الشخصيات ومدى مقاومتها للتغير فقط من خلال اختبار نفسي بسيط. بالطبع هذا الاختبار لن يكون دقيقا 100%، ولكن سيعطي فكرة قريبة، لأننا غالبا ما نربط المعاني مثل الاستقرار والتغير بالأشكال الهندسية، لذلك نميل إلى تفاصيل الأشكال التي توافق مع شخصيتك. ولهذا سنقدم لك التحليل النفسي قصير وبسيط استنادا إلى سيكولوجية الأشكال الهندسية والتي من شأنها أن تكشف عن شخصيتك ومن عدة جوانب مهمة. والآن اختر المثلث الذي يجذبك أكثر، تعرف على نفسك بشكل أفضل، وتذكر أن اختيار المثلث الأقرب إلى قلبك والذي جذبك بشكل أكبر. طبعا المثلثات عندك 1 و2 و3 و4 و5، هي الأشكال اللي عندنا. طيب تعال بقى نشوف. لو انت اخترت المثلث الاولاني تحليل تحليل نفسي بالنسبه للمثلث الاول، طبعا المثلث الاول هذا هو المثلث. في حال انك اخترت المثلث الاول فانت تضع اهدافك دائما صوب عينيك، فانت شخصيه تمتلك الاصرار والعزيمه لتحقيق ما تريده، واكثر مما يميز شخصيتك هو التفاني في العمل. قد يظن الناس انك تميل للكمال في فعل الاشياء والارتباط بالقواعد، ولكنك تعلم في قرارة نفسك أن أفضل طريق لفعل أي شيء هو أن تفعله بطريقة صحيحة ودقيقة منذ البداية، ولهذا يميل الأشخاص المحيطين بك بالاعتماد عليك، وهذا هو السبب في أنك عادة ما تكون شخص ناجح للغاية. الاختيار الثاني، لديك شخصية حقيقية ونادرة وأنت لا تخاف من إظهارها، فأنت شخصية موثوق بها وصادقة، كما أن قول الصدق هو أعلى قيمة لديك، وتحاول باستمرار أن تكون صادقا قدر الإمكان، وهذا يتيح لك النظر في الحياة بطريقة مباشرة وإيجابية. وأيضا لهذا السبب يأتيك الأشخاص لطلب النصيحة، فلقد اكتسبت سمعة. الاختيار الثالث، أنت تستخدم العقل أكثر لدفع نفسك للأمام في حياتك اليومية، كما أنك عادة ما تكون مثقف المجموعة، وأفضل الأشياء لديك هو وضع استراتيجية لكل قرار وأن تخطط للأشياء بالتفصيل، فأنت شخصية منظمة وواثقة بمهاراتها تماما. قد يضحك أصدقائك كونك شخص غريب الأطوار قليلا، ولكنهم يعلمون أنك شخصية مهتمة وحنونة، وأنك ستكون مستعدة لتقديم أزكى نصيحة لهم. الاختبار الرابع، أنت شخصية متحمسة ولا يجب العبث بها، فبمجرد أن تختار هدفا تطوقه بتفاني وقدر كبير من الثقة بالنفس، فمن المستحيل أن يأتي عائق بينك وبين أهدافك. قد يعتقد الكثيرين بأنك شخصية حادة، لكنك أكثر قيمة تتبعها في هذه الحياة. الاختبار الخامس، أنت شخص ذو شعبية كبيرة ومتفتح أيضا، حيث يمكنك بدء محادثة مع أي شخص والاستماع بانتباه إلى ما يقوله، كما أن عائلتك وأصدقائك بالنسبة لك هم أغلى الهدايا وتعتز بهم دائما. وبما أنك تمتلك ملكة الاستماع فستجدهم لا يترددون في الذهاب إليك من أجل الفضفضة. في نهاية أتمنى أن ينال هذا الاختبار على إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.